السلام عليكم. اليوم غادي نديرو البريوات مالحين في الفران. غادي ندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير. عندي هنايا البصلة، الفلفلة الحلوة دخلتها للفران حيت لها القشور ديالها. عندي هنايا الشعرية الصينية اللي درتها بشوية ديال الماء وغليتها، ماشي غير درت عليها الماء سخون، نو غليتها شوية. عندي هنايا شوية ديال الكروفيت، عندي هنايا شوية ديال الحوت، نوع نتوما اللي بغيتو ديروه. عندي شوية ديال الزيتون، هنايا عندي شويه د اللب ديال الحامض مسيه، شكن شبير طري، شويه د التحميره ولا بابريكا، شويه د الكمون، شويه د الابزار، شويه د التحميره حاره. عندي هنايا المعدنوس، واحد المعلقه ديال السوجا، نص حمضه، العصير ديال نص حمضه. بطبيعه الحال عندنا الملحه. هنايا غادي نشعل، المقلاة درت فيها شوية ديال زيت الزيتون. بسم الله. غادي نضيف عليها البصلة، هنايا حتى هي درت عليها شوية ديال زيت الزيتون. غادي ندير الكروفيت، غادي نشحرهم غير شوية ماشي بزاف. ندير شويه ديال الملحه، ندير حتى الكروفيت غير شويه ماشي بزاف. صافي غادي نحيد هاد الكروفيت. بعد ما حيدت لي كروفيت دابا غادي نزيد عليه الحوت. غادي نخليه يتشحر مزيان، غادي نزيد الفلفلة، دابا الفلفله ديالنا والبصله تشحرات مزيان. غادي نزيد عليه لا فيرميسيل، دابا راه خلطت مزيان هاد الشعريه الصينيه، وغادي نضيف عليهم العطريه. عندي هنايا الحوت راه تشحر، دابا غادي نضيفو على الخليط. غادي نضيف حتى هاد الكروفيت، الزيتون، وندير السوجا. غادي نخلطهم مزيان، غادي نخليهم حتى يشرب هذا الماء اللي فيهم باش ما يتقطع عليهش الورقه. صافي راه حيدتو على النار، دابا غادي نضيف عليه العصير ديال الحمض، وغادي ندير المعدنوس، غادي نخلطهم وغادي نخليها تبرد. ها هي الحشوه ديالنا، صافي راه بردات. غادي نجيب الورقه ديال البستيله ولا لي في دو بريك، غادي نقسمهم على جوج. غادي نجيب جوج وعاوتاني هما غادي نقسمهم
هنايا عندي شويه ديال الزبده والزيت، غادي ندهن به الورقه. وهذا غادي نديرو عاوتاني في الوسط. كنزيد هذا باش ما تقطعناش الورقه وكيجيو مقرمشين. بسم الله. اللي بغى يدير الفرماج يدير، انا هنايا ما درتوش. وهنايا غادي نحاول نضغط عليه شويه باش تشد الورقه، ما كندير لا البيض لا فرينه. وغادي نديرها في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. غادي نزيد وحده اخرى. وغادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الورقه اللي عندي. هما لي سيجار ديالنا بعد ما كملتهم، جبت واحد زلافه درت داكشي اللي بقى ليا ديال الزيت والزبده، وضفت عليها واحد البيضه وشويه ديال الحليب اللي غادي ندهن به الوجه ديال لي سيجار. غادي ندهنهم بحال هكا. بعد ما دهنتهم دابا غادي ندير عليهم شويه ديال الفانيل، الا ديروا الفافو ولا الجنجبيل ولا ما ديروش. غادي ندخلهم الفران ونتقاو ليا. ها هو الشكل النهائي ديال لي سيكار ديالنا، كيجيو زوينين بزاف، كنتمنى تجربوهم. خليتهم يبردو شويه، شفتو؟ الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشاركوا في القناه باش توصلوا بالجديد. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.